هاجر محمد محمود، إدارة نجع حمادي، الألمونيوم. دكتور يوسف إسماعيل، الثانوية بالألمونيوم. مين المشرف على المشروع بتاعك؟ أبلة إلهام رضوان. كلميني عن المشروع. بريست كانسر، بعمل على بريست كانسر. هو يعد بصفة عامة من أكثر السرطانات شيوعا في مصر، حيث يعني 571 من 1000 نسبة الوفاة سنويا، ويشكل 25% نسبة سرطانات في مصر. سرطان الثدي عامة 17.6%. فاحنا بنخترع يعني ليه علاج، بعمله من بذرة الكتان عشان الكيماوي غالي والنفسية مش حلوة وكده للناس اللي بياخدوا كيماوي. هل شايف ان انت الدراسات اللي عملتيها كافية ان هو فعلا يتنفس كعلاج؟ هو ان شاء الله احنا يعني بنواصل في التجارب ان احنا بنعملها وكده، بس ان شاء الله يساهم، لان دي حاجة طبيعية وبتحتوي على حاجات طبيعية كلها يعني.